السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، نبدأها بالعناوين. الرئيس الموريتاني يؤكد استعداده للحوار مع المعارضة وينتقد ما سماها الشروط المسبقة للدخول في الحوار المرتقب. عمال السنيم المضربين يطالبون الرئيس الموريتاني بالتدخل لحل مشكلهم، والرئيس يقول إن الحل بيد إدارة الشركة. وفي النشرة تتابعون، منتخب المرابطون يستعد لمواجهة نظيره الغامبي في مباراة ودية بالعاصمة بانجول مساء اليوم. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز إن الحكومة مستعدة للدخول في حوار مع المعارضة تناقش خلاله مختلف القضايا الوطنية، مضيفا أن المعارضة هي من يرفض ذلك. وانتقد الرئيس ما قال إنها شروط مسبقة تحاول المعارضة اشتراطها من أجل الركون إلى الحوار، معتبرا أن ذلك دليلا على عدم الاستعداد. كنا ما مستعدين وما نعود طالبنا به، ودائما مطالبين به، ودائما مستعدين نترجع الوراء شوي. في السنوات الماضيين كاملين دائما نفتحوا فرصة للحوار، وبعض من المعارضة يجي والبعض يمشي يدخلها ويعقب يرجع عنها، القضية بعد ما هي من نحن. ودائما مولي مستعدين نناقشوا جميع أمور الوطن اللي يخصوا الوطن، يعني الحوار قاعد يعود لا يمس قضايا كاملة اللي تهم الوطن بصفة عامة ولا فهم أي محور. غير الحوار، نتيجة أي حوار ما تقدر تجبر، ما هو بالحوار ما يقدر يقاش يقول عنه فهم مسبقات وعنه ما يقدر يدخل حوار، ما هو لو عدل المسألة الفلانية ولو عدلت المسألة الفلانية، هذا ما نقال عنه وارد. إنه ذاك حد يقولوا مبدئيا ما هم يحاور، اذا قال شيء يدور نتيجه حوار ما تدخل حوار معناه انه ما هم. من جهه اخرى، نفى الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز ان يكون قد بعث بمبعوث رسمي من طرفه الى عمال الشركه الوطنيه للصناعه والمناجم السنيم المضربين في الزويرات للتحاور معهم، مضيفا ان اداره الشركه هي المعنيه بذلك ولا يمكن ان يتم الحل الا عبرها. وطالب بن عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي عقده بالقصر الرئاسي ليله البارحه في نواكشوط العمال المضربين بالعوده الى اماكن عملهم ولقاء الإدارة وطرح مشاكلهم عليها. نرى عن المعقود من المصف عن العمال عنهم يتفهموا الشركة، وعن الشركة ما يتفهم العمال وتوافقوا معهم. القضية تسير على مستوى الشركة، ما فهم أي تدخل، ما فهم أي تدخل ولا فهم أي مبعوث باسم الرئيس عنه لا يسوي والله يقوم مقام الإدارة. إدارة الشركة هي اللي مسؤولة عن الوضعية، وهي اللي مسؤولة عن التسيير، وهي اللي تعرف ذاك اللي تقدر تعدل، وتعرف ذاك اللي تقدر تعدل عمالها، وذاك اللي تقدر تواجه به عمالها. شيء ثاني ما خالق أي طريق لا يتحل بها الأزمة مع طريق الشركة. العمال اللي طالبوا منهم أنا اللي يعرفوا عن الدولة مزرهم وماشي لا في مصلحتهم اللي هي ضمن المصلحة العامة، طالبتهم أنهم يرجعوا لعملهم ويبدأوا شغلتهم ويجابروا مع الشركة ويطرحوا عليها قضاياهم. لكن اللي قاعدة تحد الشركة مشي معقول ومشي ما هو ضار بالشركة ومشي ما له يتم الشركة في استمرارية يدور يعدل، وشي ما هو شي ما هو ما لك هو ما يقدر صح ما يقدر. قال عدد من مناديب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم إنهم يأملون من الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز أن ينهي مشكلهم مع إدارة السنيم. وعبر عدد من مناديب العمال المضربين في تصريح للمرابطون على هامش مهرجان نظموه عن أملهم في أن يركز الرئيس على قضيتهم خلال مؤتمره الصحفي. نأمل فيه خير، نأمل أن السيد محمد بن عبد العزيز لو كانت المعلومات كانت تصله بحقيقة لما صارت الأزمة، لما دامت الأزمة ظرف شهرين، وأملنا فيه خير إن شاء الله،
أملنا كبير بأنه إن شاء الله هذه الليلة ينهي فيها أزمة عمار السليم. قال على أنه مبني على مثلا الرد على أهم مشاكل الوطن، وعلى أن أهم مشاكل الوطن اليوم هي قضية السليم، لأنها تعتبر هي الركيزة الأهم في اقتصاد الوطن، وقطعا لا تعود هي المحور الرئيسي للمؤتمر. وكما قلت من أكد على أن أملنا فيه، على أن هي تتصدر المشاكل القائمة في اليوم في البلد. نحن متوقعين من الرئيس الجمهورية أنه إذا الصمت الدائم يعود وراء كل هدون عاصفة، يعود نجبره منه الرئيس الجمهورية الشعب الزويرات هنا اللي معاني بهذه المعاناة، أنه يلبي له طلبات ويلبي العمار طلباتهم وتخرج الأمور على خير. عليها أمال كبيرة، لأن هذه مؤسسة وهذا عمالها ما يخلى من مضربين، إما ينقبضوا كعمال حقهم عليه على أنه ينصافهم، المؤسسة تابعة له تابعة للدولة والله أغلبها، بالتالي يعطوا ينصافهم منهم إلاءات اللي ظالمه والله على الأقل يستدعاهم كاملين. هذا وكان الرئيس موريتاني محمد ول عبد العزيز قد أنهى زيارته إلى مدن وقرى الحوضين الشرقي والغربي، والتي استمرت 10 أيام، شملت أكثر من 20 محطة من بينها المقاطعات والمراكز الإدارية وبعض البلديات. تفاصيل أوفا في سياق هذا التقرير. انتهاء جولة الرئيس محمد ول عبد العزيز في ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي التي دامت 10 أيام زار فيها المقاطعات والمراكز الإدارية وعددا من القرى والتجمعات السكانية، جولة رافق الرئيس فيها وفد رفيع المستوى يتقدمه وزراء التعليم والصحة والطاقة والمياه والزراعة والبيطرة والشؤون الإسلامية والتجهيز والنقل، إضافة إلى الأمين العام للرئاسة ورئيس وكالة التضامن. محطات زيارة الرئيس لمدن الحوضين شملت منشآت تعليمية وصحية ومشاريع طرق ومياه وكهرباء وزراعة، وكانت الاستقبالات الحاشدة في انتظار موكب الرئيس الذي توقف سريعا ليلقي التحية على مستقبليه في بعض المحطات، وزار المرافق العمومية في محطات أخرى، وكانت مباني الولاية والمقاطعة والمركز الإداري محط الرحال، فيها يقيم الرئيس وفيها يلتقي وفود الوجهاء. سكان الحوضين الذين استقبلوا وفد الرئيس في حشود كبيرة ورفعوا الصور المكبرة للرئيس والشعارات الممجدة للنظام، انتقدوا واقع الخدمات العامة في مدنهم وقراهم، وتبرز المطالب المتعلقة بتوفير مياه الشرب وبفك العزلة في قمة هذه المطالب. لم يلقي الرئيس أي خطاب أثناء الزيارة باستثناء حديث مقتضب في مخيم بره المخصص للاجئين الأصواديين، واقتصرت تصريحاته على الأحاديث الخاصة خلال اللقاءات التي جمعته بالوجهاء، إضافة إلى بعض الأسئلة والملاحظات التي كان يوجهها للوزراء وللقائمين على المشاريع والمنشآت التي زارها في الحوضين. الآن إذن يكمل الرئيس محمد ول عبد العزيز زيارته إلى ولاية الحوض الشرقي والغربي بعد 10 أيام زار خلالها العديد من المدن، وتوقف هنا في مدينة كنكوسة التابعة لولاية العصابة، ويتوقع أن يبدأ سلسلة زيارات بعد أسابيع. أبو بكر الإمام لقناة المرابطون كنكوسة. عرفت تغطية وسائل الإعلام العامة والخاصة لزيارة الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز لمنطقة الحوضين تفاوتا كبيرا بفعل التفاوت الحاصل في الوسائل والإمكانات. ففي الوقت الذي غطت وسائل الإعلام العامة مختلف محطات الزيارة، اقتصرت معظم وسائل الإعلام الخاصة على بعض المحطات فقط. نتابع. وسائل إعلام عديدة حضرت لتغطية زيارة الرئيس محمد ول عبد العزيز لولايتي الحوضين التي شملت أغلب مدن وقرى الولايتين الشرقيتين. وسائل الإعلام العمومي كانت الأبرز حضورا، حيث وزعت بعثات إذاعة موريتانيا وتلفزيون الموريتانية والوكالة الموريتانية للأنباء فرقها في مدن الحوضين، بما يمكنها من مواكبة كافة محطات الزيارة مقابل ضعف ملحوظ في إمكانيات وتجهيزات وسائل الإعلام الخصوصي المرئية والمسموعة والمكتوبة التي عجز أغلبها عن مواكبة الزيارة. فكانت تغطية بعضها لزيارة الحوضين خافتة إلى حد كبير،
وربما يعود ذلك إلى النقص في عدد الصحفيين الذين رافقوا الوفد لتغطية الزيارة وتناقص الصحفيين المستقلين المبتعثين رسميا، حيث عجزوا عن مواكبة كافة المحطات واكتفى بعضهم بعاصمتي الولايتين. ولوحظ تركز اهتمام الإعلام العمومي في تغطية الحدث الرسمي المتعلق بزيارة على حساب تغطية الجوانب الإنسانية وواقع الخدمات العامة التي يشكو السكان من ترديها، فيما سعت وسائل الإعلام المستقل للتوازن في تغطيتها لتواكب الحدث الرسمي وتعكس واقع السكان في المدن التي شملتها الزيارة رغم ضعف الوسائل. رحلات الوفد الرئاسي بين المدن شهدت احتكاكات عديدة بين الإعلاميين وبين بعض أعضاء الوفد بفعل التزاحم والتدافع في الطريق، حيث تحرص وسائل الإعلام على أخذ مكان متقدم ضمن موكب السيارات يمكنها من التقاط صور من التوقف السريع الذي يجريه الرئيس في بعض محطات الاستقبال الشعبي، وهو ما يعتبره القائمون على ضبط صفوف الموكب خرقا لنظام الرحلة. احتج عشرات الشباب من حزب تكتل القوى الديمقراطية أمام مبنى الوزارة الأولى في نواكشوط تنديدا بما سموه غلاء الأسعار، وقد أحضر المحتجون قنينات غاز فارغة وبعض أواني الطبخ تعبيرا عن عجز الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل عن مجابهة غلاء الأسعار. المواطن الموريتاني اليوم جاء رافد مراجنه ما بيمشي، وجا اللي رافد بادين قزوار يعبر فيه عن وعر قزوار، وجا اللي رافد مبولاية تعبيره عنه تركته قارب ويجبر مبول لهم، وجا اللي رافد قاضية يقول ان قاضي فارق، وجا اللي رافد سيبه يقول ان ما هو عنده. جاءوا يحملوا معاناته الموريتاني كاملين، جاءوا يحملوا معاناة الشعب الموريتاني. هذا النظام الموريتاني اللي مشى وقاس الحوض الشرقي، فقر حوض الحوض الشرقي بزيارته بحيث اللوحات اللي عاد تعدل، وفقر ميزانية الدولة الموريتانية بهذه المبالغ المالية الكبيرة اللي اتفقت على سيارات كرنفالية. طالب عدد من شباب التجمع أنا علمي العاطل عن العمل الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز بتوفير فرص عمل تنهي البطالة التي يعاني منها. وقال الشباب المحتجون أمام القصر الرئاسي إن السلطات قدمت لهم بعض الوعود بشأن التشغيل لكنها لم تفي بها بعد. تفاصيل أوفا في سياق التقرير التالي. من جديد يحتج شباب أنا علمي العاطل عن العمل أمام القصر الرئاسي في نواكشوط مطالبين بفرص عمل تنهي شبح بطالة يقولون إنه يخيم عليهم منذ سنوات. يقول هؤلاء إنهم كثيرا ما وعدوا بإنهاء معاناتهم مع البطالة، لكن ذلك لم يتحقق بعد، إلا أن الآمال تتجدد في كل مرة ويعودون إلى بوابة القصر مطالبين بذات المطلب القديم الجديد. معدلين وقف احتجاجية قدام القصر الرئاسي من أجل إيصال قضية أنا علمي والعاطلين عن العمل والعلميين العاطلين عن العمل والعاطلين بشكل عام. قضيتنا ما زالت مستمرة منذ 3 سنين، ونرجو من رئيس الجمهورية أن يحلها لنا، وذلك عن طريق إصدار أوامر للاكتتاب في جميع الوزارات. مطلب احتجوا من أجله مرارا أمام القصر وأمام وكالة تشغيل الشباب، كما احتج عاطلون آخرون رافعين ذات اللافتات ومطالبين بذات المطالب. الواقعة والحادثة والحالة المزري والمؤلم البطالة المستشرية في الشباب، إننا بلغ الجهد بنا والمسؤولين بالدرجة الأولى يقفون يقول البطالة تمثل 10% وهي تمثل ما يقرب 30%. إننا نريد أن تصل كلماتنا إلى أهل الرأي لحل مشاكلنا. وقد تتالت 3 نسخ من صالون التشغيل في موريتانيا، لكن ذلك لم يجد بعد في خلق فرص عمل حقيقية تستوعب حملة شهادات يقولون إن البلاد بحاجة إلى كفاءاتهم العلمية، وهم بحاجة أيضا إلى ما يضمن لهم الاستقرار على أديم الوطن. وأمام القصر الرئاسي أيضا احتج عشرات العاملين بشركة النظافة الفرنسية بيزورنو مطالبين بتسديد رواتبهم التي قالوا إنها تأخرت منذ أشهر. ويأتي احتجاج هؤلاء أمام القصر الرئاسي بعد سلسلة احتجاجات نظموها أمام الوزارة الأولى والسفارة الفرنسية في نواكشوط دون أن تتكلل مساعيهم حتى اللحظة بالنجاح. المزيد من التفاصيل نتابعه في التقرير التالي. مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة وحقوق التسريح الجماعي،
خرج العشرات من عمال شركة النظافة الفرنسية المعروفة ببيزورنو محتجين أمام القصر الرئاسي للاستنجاد بالرئيس من أجل إنصافهم في الحصول على حقوق يقولون إنهم منعوها. حقوق أضحوا يحتجون بشكل دوري أمام القصر الرئاسي تنديدا بعدم حصولهم عليها، مناشدين السلطات التدخل من أجل إنصافهم. عند طالبي من الدولة اللي قالت عنها عندها رئيس فقراء لأنه يعطينا حقوقنا، احنا ندارو لا حقوقنا، نختار نقولوا مال لان الشركه ما دامت الشركه والاموال ما قد تجبرنا هذه المآسي، ما قد تجبرناها. انا لان هذا المأزق اللي دخلتنا دولتنا لانها توخذنا منه تعطينا حقوقنا، الشركه اللي خلصوا ومشات تردها لنا الى اتلي الفضاء عند الشركه يردوها لنا تخلصنا، والله فوضتنا عند الدوله تخلصنا الدوله. بلي الشركه ما تقد تقبض يتفر لها فضة في البنك وتقيسها ما هو منطلقه منه. الانطلاقه من هون اللي خلق من هون، واحنا مطالبين لان الرئيس الهون لان نحل لنا مشكلتنا. وهي ذاتها المطالب التي سبق وان احتجوا خلال الايام الماضيه من اجلها امام الوزاره الاولى، مطالب لا تعد الحصول على رواتب ومستحقات باتت الحاجه ملحه اليها، خصوصا في ظل غياب فرص شغل اخرى. واحنا معدلين هذه الوقفه اليوم مطالبين فيها بعدد نقاط، عندنا عدد نقاط نعانوا منها. مشكلتنا في هذه الشركة هذه 1393 عامل من طبقات المجتمع الهش كانت تشتغل في شركة بيزورنو الشركة الفرنسية اللي كان عندها عقد مع مع مع, مع موريتاني، وتم توقيف هذه الشركة في شهر 5 من 2014 على أساس مشكلة بينها هي والدولة. ذيك المشكلة الحقيقة احنا ما نعرفوا شنو ولا نخوضوا فيها بين ما متعلقنا علاش، وبقينا نعانوا دارونا وضعيا قال ليش وماش تكنيك معترف بها قانونيا في قانون الشغل. بين السفارة الفرنسية والوزارة الأولى والقصر الرئاسي تمضي أيام عشرات العاملين بشركة بيزورنو دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل تنهي مشكلهم القائمة منذ أشهر، ومع ذلك فإنهم يصرون على الاحتجاج ولو بقوا يدورون في نفس الحلقة المفرغة. إلى أخبار الرياضة، حيث من المقرر أن يواجه المنتخب المرابطون مساء منتخب غامبيا على أرضه وأمام جماهيره في مباراة ودية تدخل ضمن أيام الفيفا، وقد وصل كل المحترفين إلى معسكر المنتخب بالإضافة إلى بعض الأسماء المحلية التي وقع عليها الاختيار. تفاصيل أوفا في التقرير التالي. مباراتان وديتان في أسبوع واحد سيخوضهما المنتخب الوطني، فبعد انتهاء مباراة غامبيا والتي ستحتضنها العاصمة بانغول يكون منتخب النيجر بذلك قد حط الرحال في مطار نواكشوك ونزل ضيفا على المنتخب الوطني من أجل منازلته يوم الثلاثاء القادم هنا في الملعب الأولمبي، وتدخل هذه المباراة أيضا ضمن وديات الفيفا. وإن نجح المنتخب الوطني في الفوز في المباراتين سيدخل التصنيف في المئة الأولى عالميا، وهو رقم بات عصيا على المنتخب منذ قرابة 30 عاما. منتخب النيجر بدوره يعول على نقاط هذه المباراة وهي شغله الشاغل، ولا يريد في أي حال من الأحوال خسارتها، مما يجعلنا على بعد أيام من مباراة تحمل الكثير من الندية يحتضنها شيخ الملاعب الموريتانية. والمنتخب الوطني عودنا دائما أنه حين يكون على أرضه وأمام جماهيره يقدم عروضا تليق بحجم جماهيره المتعطشة للفوز بعد خيبة أمل الخروج من تصفيات بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة. لننتظر يوم الثلاثاء القادم ماذا يحمل معه للمنتخب الوطني من أفراح وماذا يخبئ له خلف قمصان منتخب النيجر. وهي الأفراح التي ينتظرها عشاق كرة القدم في موريتانيا. نهاية نشرة أخبار الواحدة من المرابطون وتابعتم فيها. الرئيس الموريتاني يؤكد استعداده للحوار مع المعارضة وينتقد ما سماها الشروط المسبقة للدخول في الحوار المرتقب. عمال السنيم المضربين يطالبون الرئيس الموريتاني بالتدخل لحل مشكلهم، والرئيس يقول إن الحل بيد إدارة الشركة. ورياضيا تابعتم، منتخب المرابطون يستعد لمواجهة نظيره الغامبي في مباراة ودية بالعاصمة بانجول مساء اليوم.
يمكنكم دائما مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك وظاهري على الشاشة. بعد قليل تتابعون إعادة حلقة أمس من برنامج المشهد. في الثانية موجز إخباري من المرابطون. في أمان الله.